ثواني بليز. ونافي شهر ثواني ثم رجع عندي بس لا لان هو الطول يفرق عرفت. في احد معسل لا لا انت بن عباس لا 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 انت ولا احمد سمعه لا ولا اثنين ابو سامي ابو سامي ابو سامي ابو سامي من عرس الليله عرس الليله مبروك ابو سامي مبروك ومباركين عرس الاثنين مبروك ابو سامي كذابين مبروك يا ابو سامي مبروك 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 بالرفاه البنين يا ابو سامي ان شاء الله نحضر من كل ماله من هالعيال الف مبروك يا ابو سامي امورك بيتك امورك على اقول لك المهر كم اللي دفعته ابشر بالعانيه يا ابو سامي كم عندكم المهور يا عبد الرحمن في الطائف يا ولد يقولون برادق اخذنا ثلاث ايام مع الخطيب شيء مو صدق انا علمت طيب في سالفه في سؤال يا ولد تعدي طيب هو بغير الموضوع ثاني الشاي ما يجي مشكله انا ما يسمع عبد المجيد خلاص عبد الرحمن كم المهور والله انشد خوالك ابراهيم كم المهور في القصيم ما قد نشدت انا ولا واكبر العيال انا ولا ما حتزوج من ربعكم ايش توقع بها 50 50 الف والله حلو 50 الف حلو انا سمعت فيه انا المهر ذا الفيصل اللي بيناسبهم وانت هناك كم عندك لكزس ان المهر 30 والهدايا عاد على كيف 250 المهر 30000 مثبت ثابت الله اكبر الغريب ولا القريب صريح الغريب ولا القريب لا القريب الغريب الغريب كم بنت الغريب ما تشرط عليه ولا ترد من اللي يجيب اذا وصلك ما صار غريب بس 30000 يا ولد والله بيض الله وجهك يعني بيجيك من بعيد 30 مع اني اشوف المهر كل ما زاد كل ما صار احسن ايه ترى ايش فيه لان الحياه غالية الرسول شوف المهر 30 وانت عاد اقلكم مهور اكثركم بركه يا رجال انا بقول لك حاجه اقلهن مهور اكثر انت احمد كم عندكم في الشمال انا اتكلم عن ابوي ايه ابوي ما هو بيشتغل اذا جه رجال كفو ما طلب منه شيء لكن في الغالب ما يقل عن 40000 للان الآن 40000 50000 50000 إلى 60000 أنا أعتقد وأشوف إن بالوقت هذا المفروض الرجال ما يعطي حرمة أقل من 60 أي شيء قليل لأن تعرف الحين مو بزي قبل الحين كل شيء صار أغلى وصارت المطلبات أكثر نشرط المهر 30 صار الناس يعطون 30 ويقدمون هدايا الهدايا تجي حول 30 40 إيه؟ يعني توصلها الحين على كلام أبو واحمد يوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح إيه. اكثر من بركه اعرف لك رجال عارف انا شخصيا تكلف في عرس تكلف يمكن حوالي صب 250 لا 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 ربع مليون صب 250 الف هذا هو الزواج يكلف احنا نتكلم عن المهر ايه ايه انا بس انا اقول لك الكلف والمهر والدليل لا اترك امور القاعه وامور العشاء وين حتى شقه تاثيث نفس الشيء واحد انا قلتها ببيت الحكمه السالفه السالفه تعدت اسلم يا رجال معدله اعلمك مع البرادي ايه اسالوك هذا ويلا يدير ما اخذ له حدوده شهر وزينب بالين كم شهر لا اله الا الله شهر وعلاها وج هم طلق اعوذ بالله اي والله الغفله واعرس مره ثانيه عرس خفيف مختصر 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 مرتب وعن الله مبارك له يا سبحان الله اي بعض الفخفخه الزايده انا اقول لك واحد من خويا قلتها ببيت الحكمه قلتها واحد من خوياي فوق ال 450000 اي لا اله الا الله تخيل وبعد شهر او شهرين تقابلت معه في العزيه جلسنا نتقهوه قلت ها كيف الزيجه تنصحني قال يا رجال خليني ساكت قلت ايش فيك قال والله يا سلطان ثاني يوم تهاوشت انا والمرة ثاني يوم ايه وسبب الهواش امها وامي توقع عشان ايش شنو طقاقه يا رجال شوف شوف اي مشاكل اي مشاكل بين الزوجين ادخل فيهم طرف ثالث انتهت هذه حتى ما بين الزوجين الحين انا وياك بين الطرفين طيب وش دخل الرجال والمرأة دخل عبد المجيد قال له بيصلح خربت السالفه كلها في معلومه قالها الشيخ اللي شو اسمه الرجال اللي معاه الحكم شو اسمه ابراهيم اللي هو المقدم قال معلومه جلس مع واحد استشاري حق ما ادري هو اموال وشيء زي كذا قال معلومه ما ادري ايوه حلوه هذا نايف استشاري شكرا والله حلوه والله جميل نايف بعد المغرب تعجبني بدريالتي تشتغل والله بدريالتي تدري ايش قال يا رجال؟ قال معلومه جامله جامله هذا ضيعني يلا السلام عليكم يلا خلاص كمل عطنا المعلومه الجامله معي ايش يقول؟ يقول الحين تكلفه العرس 200000 ايه
إذا ودك تحسبها صح تراها مليون. مليون؟ إيه. دايرة. كيف؟ مش مليون. شوف اللي عزمهم كم. الناس جم بعنيان. لا لا أنا قاعد أحسب على المجمل، لا أفهم قصدي. اللي عزمته مثلاً 200 شخص. طيب. 200 شخص يجون مع عوائلهم. طيب. العوائل كم كل واحدة تبي تلبس فستان؟ طيب. ما تبي تلبسها مرة ثانية. طيب. ويلا عليك الحسبة. يهين الناس كلها. شوف المجمل ذا كله في عرس واحد مقام. وفي بعض الثقافة عندنا يا أخي سيئة يا أخي، في بعض لا خلي أقول لك، في بعضهم لا تقول أنا ما ألبس هالفستان ذا اللي لبسته في الزواجية. والله ما يلبسونه. أجل لا تحضر مباراة ب35 ريال. لا تقارن. مليون ونص. لا تقارن. شوف كم واحد حاضر وكم واحد دخل. إيش دخل المباراة يا أحمد؟ ما له دخل المباراة تقارن في عرس. تكلفة الفستان تلقاها. والله ما تقارن في عرس. وش طيب؟ أقول لك في الزواج. تلبسه في الزواج قصدك اللي تدفعه الضيوف يدفعونه. العرس اللي يدفعونه يدفعون أنفسهم. ما دفعتها أنا. اللي تستاهل والله. تستاهل. طق لها فستان. خلا تبجح بنت العود. أول مقرب أول مع شردي. خلا تلبس أطلق لبس وخلا تلبس الذاب وخلا تدلع. أنا يوم إني خدت من بيتها لها بعزة ولا بقوم أحاسبها على كل فستان. كفو. والله العظيم زال إني أقدر ألبسها وأعيشها كينجا إنها تعيش كينجا. إذا يقول بس إذا قصرت معي وهي صيلة تبى تقول أنا ما أبي. وش يقول خرف من هالذال؟ يقول أنا عدوك. أكحل عدوك لين تعمي عيونه والبس لأغلى اللبس. لو كنت جاي. لو كنت جاي. هذا عدوك. أنا أجهد. لو عشت عمر شعيب وأنت مهونة ضايع وما تقصد. والله يا بنت الشيخ أنا تستاهل. نعم. أنا تستاهل عيون. والله ما أقول أنت تلبسين ولا لا تلبسين. مو قصة على اللبس أنت تلبسين وما تلبسين. ليش تكرم؟ هو كلامك صح. دام أنك أنت أخذت بنت الناس. وأقدر. أي تكرمها أكثر ما أكرمها أبوها. نعم. لأن أبوها أعطاك إياها وأمنها عندك. بس أنا أتكلم في ثقافة مجملها مجملها يا أنا عم. أعتقد إنه أنا أعتقد بعض الرجال اللي أتكلم قال ولا ذي أم عيالي يا ولد خل أدري بعض الناس يبخل عليها ويروح يشخص كل يوم ذبيح يأشين العزاب إذا قام يمدحون ويهدي شوف متزوجين ما قالوها ترى إلا والله ما الله ما قالها بالعكس لا والله شوف عندنا إحنا ليش نشتغل وليش نروح وليش نتعب وعشان وين عشان بيتك وهذا عشان بيتك وهذا عشان اخذ كل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لا 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 لكن انا خلاص اما تقول كل يوم تلبس خلها تلبس كل يوم فستان انا اشهد وخلها تلبس كل يوم انا اشهد